كما كتشوفوا راه هادو الطلبه ديال بروميير اني ديال لي ان بي تي. الاداره كانت علمتنا بانها غادي تستقبلنا النهار هذا مع الجوج، ولكن للاسف ما وفاتش بالوعد ديالها وخلتنا برا في الزنقه. كما كتلاحظوا راه لداخل كاينين الطلبه ديال تروازيام اني متضامنين معنا، واللي باغيين حتى هما يباتوا معنا في الزنقه لان الاداره ما عطاتناش الحق ديالنا وما نصفطناش وما كانتش عندها كلمه ديال الرجال. وفي ظل غياب تام العناصر الاداريه والاطر التربويه، وكما كتشوفوا راه هذه هي لي ان بي تي، يعني راها كتبان لها بزلافه ديالها. هذا غير واحد الميساج بغيت نوصلو للناس بانه راه لي ان بي تي راه ما بقاتش كما كانت، الاداره يعني في غياب تام. والطلبه ديال دوزيام اني حتى هما في نفس الوقت ما بغاوش يسلموا الاماكن ديالهم للزملاء ديالهم في بروميير اني، وداك الشيء اللي ادى وهذا هو اللي ادى لهذا المشكل كامل. وحنايا راه جينا من جميع مناطق المغرب، الناس ما عندهاش فين تبات، وعوالا تبات هذه الليله ان شاء الله في الخلاء. كما قلت لكم راه صحاب تروازيام اني حتى هما متضامنين معنا، كنتمنى تبارطاجيو هذا الشيء.